البيض هو الاول ضروري كاين في العتبه رخيص حنا حنا الميركادو على الميركادو ليش عليا الشاب معنا قالت لي ويلا طلع معانا قالت لي وجي معاك شي فلوس زوينه اخويا السلام عليكم اخوان تحياتكم مرحبا مرحبا اخوان سوشنا خوت لايك تابعونا عندنا وتنتهوا لنا المدينه تتفرجوا وصلوا على رسول الله تكتب لكم صلى الله عليه وسلم وما تتصليوش اللي صليتوا في نفسكم مرح تحياتي لكم يا اخوان خرجوا دابا الصديقين نستنى في الطاوله باش نشوفوا خوتي عن كريطينا ونعاود لكم قصه العجيبه خوتي الشتا تبارك الله تتصب على الجشه تبارك الله شتا كبير الشتا وانا الشتا تصب لا 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 شتا 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 طلع 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 طياره 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 الرباط الرباط دار بيدار الرباط دار بيدار يا اخوان يلا نطلعوا طلع يا اخوان احنا شادين الطريق العين دياه بالرجوله زاهيه يلا مرحبا بكم طالعين الاخوان ها مقام على الاخوان زاهيه شوفوا معنا الاجواء شوفوا معنا الحياه السعيده في الشتاء يوميا اخوتي البرازيل تتصفى الشتاء يوميا على طول العام مع ثلاثه العشيه بعد مرات الربعه كتبقى تصب الشتا وتغرق البشر وما تتغرقش وتبقى داك الشيء نقي وما عمرني شفت شي حاجه في ساو باولو اما في المدن الصغار تتغرق البرازيل ديما تسمعوا الهيضانات خطيره لان الشتا عندهم بزاف تبارك الله وهما والله ما تيطلبوا شي شتا بقاو معنا الاخوان حنا شادين طريق عند كريطينا الهبيله بقاو معنا اخواني انا جيت المحل طبعا هو مول الشيء بالرجوله ها هي مخلياني كرتونه حاضي ليها هي وفرا الشرط تخلصني حتى هي هنايا مع الجابون خاصك تخدم على راسكم انا نوريكم السلعه بلاتي غنعاود لكم قصه ولكن ماشي هنايا ما نمشيو للدار اخوتي لكن ها انتوما ها السلعه قصه ديالنا اخوتي غنعاود عليكم الهرب الهرب ها انتوما الصنيديلات العيبات ها هي شتا هادي تتبان تنسحب ليا حلومه بحال شكل حلومه شتا ماشي هادي ديال ديال العيالات هادي حلومه حلومه شنو حلومه حلومه ديال الميكله كنتو عارفينها ها هي اللعيبه شتا ها اللعيبات هنايا بق بق السلام عليكم الدري اللي جا معايا راه الطوموبيل هنايا ما بغاش يهبط حشمان راه هو الشي الشي تطب ها انا الشي مقرع نص شعري راه يتسد المحل دابا ما كاين سد المحل الله يعاون اخوان او انا الراجل غادي تسد المحل اخوان لان غنمشيو دابا تتسد مع الخمسة د العشية الربعة 46 غتتسد الخمسة تكون صافي سادة ماشي بحال هكا شوف اخواني يلا نتلاقاو من الدار تنطولوش عليها السيدة غادي تدخل بيا لداخل نلايص فافيلات يا جو الحمر ويلي تا شاد الشي غادي تضحك مع صاحبتها وانا واحد اللحظة بدا يضحكوا معايا راه انا راه حنا تنشدو الرجالة الأجانب إيوا تندو ليهم بزقهم وتندو ليهم التيليفونات ديالهم وتنصيفطوهم بغا يخلعوني دابا هما جرو معايا هاد البلان أنا كان تيسحبو هما تيضحكو معايا هما كانوا تيقولو لي بحال كتيسحبوني وقال غنخاف وأنا ما خافتش بقيت نضحك معاهم ها ها حتى سالاو ويقولو لي أنت ما تتخافش قلت ليها علاش نخاف تضحكو ياك تضحكو معايا عادي قالت لي راه تنضحكو معاك صافي عرفتني ما خافتش قالت لها حل واحد وسلت مني قالت هذا غينقولوا لي بحكا غيخاف غيهرب غيقول لنا حطي حطي وغيبغي يهرب باش يسامح في هذيك الفلوس اللي خديت اللي سلفني على قبل الجزريه يا خويا شجرت صافي مشيت يا خوتي صاحبتها قالت لصاحبتها مني شافوني ما خفت ما والو قالت صاحبتها صافي تهلاي تهلاي صاحبتها مشات داتني يا خوتي حتى واحد الزنقه بالطوموبيل ديالها حطاتني قدام واحد الكراج كراج اخوتي محل كبير حطاتني قدامه وقالت لي انا وصلت وهايلي كراج مهجور ما حتى واحد ما الباب بكراج مهجور والباب مهجور ما كاين حتى شي باين ما تكون حتى شي واحد في ذاك الباب قالت لي انا تنسكن هنايا هبط معايا صافي هبط حلات الكوفر واحد اللحظه وهي تقول لي بلاتي بلاتي سدات الكوفر قالت لي بلاتي 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 الطوموبيل ما عرفتش شنو واقع لها وقفات بعدا كاين هضرات معايا تهضر معايا واحد شويه مدمت بتاتني قالت لي قلت لها نهبطوا قالت لي لا بلاتي بلاتي واحد اللعيب انا غنشوف الطوموبيل قالت لي بحال ما عرفت شنو هو باش البلاصه هي مزيان قالت لي لا قالت لي البلاصه الطوموبيل مزيان هبطات الكوفر هبطات الكوفر قالت لي وقف واقف واقف هنايا ركبت في الطوموبيل اخوتي قالت لي دار الدوره بغات بلاصي تبان تي السيده دارت مع الدوره مع الزنقه شات اللي ودارت
ويلي هادي كيفاش غتبلاصي؟ ويت وين نسمع هذيك الطوموبيله دارت طوكسيرات تنجري مال هادي واش تتمرقل بيا؟ وتتلقاها غبرات يا خويا عربانه صيفط لها ميساج فين مال كي درتي بحال هكا؟ قالت لي شوف ما كاين لا ها لا ها غتهز غتمشي الزنقه نيشان فين حطيتك ورا ظهرك فين حطيتك غتجي على ظهرك غتلقى البلاصه فين غتشد الطوبيس غديك جيت المحطه تشد الكار ديالك. قلت لها كيفاش؟ قالت لي شوف كيف تنقول لك سير الله يعاوني ويعاونك انا ما باغيش راجل سقران حكا قالتها لي. قالت لي انا ما باغاش راجل سقران. قلت لها كيفاش سقران؟ انت قلت لي سلفني اش سقران؟ انا راه نتعرف على كون. قالت لي لا باينه فيك اول مره ما قلت لك سلفني كنت تقول لي خذها. قلت لها كيفاش نقول لك خذيها؟ واش نجي نتعرف باش نقول لك خذي؟ انا راه مش من دوك الماركه اللي غتجي تبقى تضحكي عليهم بصح غديري لي الريسير هنا غدي ليه. وتقول لي شوف دابا ملقا نزيدو بالهضره الا ما مشيتيش هدرت معاك مزيان راه كنت بغي ندخلك واحد الزنقه راه كنا راه غندو لك التليفون وندو لك الفلوس وندو لك كلشي ولكن درت معاك مزيان اذا سيرش الطوبيس ورجع بحالاتك صافي ديت لك هاد 150 120 ريال و 140 ريال صافي سير راه ما بغيتش ندير نديك الوسط للحي وغتلقى المسلحين تما غيدو لك كلشي غي تسبرد لي يدوها لك صافي. قلت لها صافي هانياتو قلت لها هانياتو صافي كون راه قلتيها ليا في الاول عطيها ليا كاع من نوصلوا هاد الطريقه هادي. قالت لي لا في الاول انا جربتك ولكن بغيتي واحد الانسان سقران. قلت لها ماني بغيتي نتعرف عليك النهار الاول نعطيها لك نعطيك نجي نعطيك ريالان ولا شتي انا ما عمري عطيت شي برازيلي شي ريال. صافي شديت الطوبيس قالت لي واش شديت الطوبيس باغا تاكد عليا واش مشيت. قلت لها صافي شديت الطوبيس هاكوني ها سير ها الله يعاونك الله يعاونك. سيت اخوتي شاط الطريق بلوكاتني من شفتها عيطت عليها قلت لها سير يا سير عرفاتني. قلت لها صافي الجوع ملي شديت الطوبيس وليت غادي قلت لها الجوع النوع على جد ريال بي انت طيحتي من قيمتك. وهي تقول لي باقي تخرج بعينيك وهي تبلوكيني بلوكاتني داز شي يومين اخوتي وديزبلوكيني وتقول لي اسمح لي هذاك النهار كان كنت مقطوعه طالع ليا الدم ما تدارني عندي مشاكل والله تسمح لي وداك الشيء. قلت لها شوفي ما كاين اللي يسمح لي الله يعاون كانت باغا قالها قالت بغات تحل سرات وقيلا قالت وقيلا هذا دمدومه رجع نعيط عليه رجع عندي. انا والله اخوتي لهذا عاودت لكم هذه القصه باش تستافدوا باش ما تطيحوش في نفس المشكل راه هما خطر راه تمشي مع وحده تيتيزه تبان لك لابسه مزيان والطوبيل تدخلك وسط الطابيله تكريسي انا جاب الله انا دات هذيك جوج دريال رجعت بتليفوني ورجعت بفلوسي فهمتوني. هذا القصه اللي عاودت لكم والله الا وحق الله الا وقعت لي اقسم بالله وقعت لي انا وقعت لي حديوا راسكم الاخوان نتمنى تخدروا لنا لايك ابونا عندنا تقول لنا المدينه والبلاد اللي تفرجوا فيها العز ونصرها قصر والسلام عليكم والله يرحمنا وشتا يوميا في البرازيل زو نورجو تحياتي لكم راكم عزاز الجاكيطاره ديال المولي المعطر ديال الله تحياتي لكم كلشي ديال الله. صافي اخوان في هذيك الحاله صاحبتها تنضرب على صاحبتها سمرة شويه حتى هي كلها وشامات ماشي زعما كاين وشامات مشرملة غير حسيت بهم علام. صافي قالت لي يلا طلع معانا قالت لي واش جاي معاك شي فلوس؟ قلت لها جاي معايا هاد شويه هاد اللعيبه هادي. قالت لي قلت ولكن قالت لي راه خاصها غنمشيو لواحد الحفله راه خاصها الفلوس. قلت لها شنو هي هاد الحفله؟ قالت لي واحد باش نمشيو نريحو ونتعرفو مزيان ونشربو شي لعيبه. قلت لها الا كانت هاد اللعيبه خلاتها المره اخرى دابا جايه نتعرف عليكم نشوف نتعرف عليك هنا. صافي تقول لي بلا ما نمشيو لها اركب معانا ونمشيو غير للماركادو. مشينا وصلنا للميركادو هو السوبر مارشي كبير مشينا وصلنا تما قدام الباب قالت لي اعطيني واحد ال 120 ريال ما عرفتش 120 ريال. قالت لي اعطيني 120 ريال بما مشيت للدار حيت غتمشي معايا للدار باش نعرفك على العائله وكل شيء ونعطيها لك. جينا نطرقوا الميركادو ومشيو. قلت لها صافي اكي قلت صافي عطيتها لها يا خوتي 120 ريال هي تقريبا واحد 300 درهم ولا ماشي 300 درهم 250 درهم عطيتها ليها. قلت صافي مشات تقدا التقضيه ديالها عاونتها حطيت معاها في الطوموبيل صاقت بيا غاديه السيده غاديه وتدخل ليا للرايس الرايس اخوتي ولات غادي سير دايرينو برا باقا البيض هو الاول ضروري كاين في العتبه رخيص حنا حنا الميركادو على الميركادو ملي شحال ديال الشراب معلم ورق جميع انواع الشراب شتي السكيريه
جميع انواع الشرابات ورق 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 نيري هذا الشراب ورق ورق القيره القيره ديال الشراب ليه هذا ميركادو القاصع شتي الويسكي ها هو لين الفينيو سايا هانتوما الاخوان شتي لين الزايا ترى مصيبه ناري 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 جينا دخلنا في واحد البلاصه عامره شراب اخوتي ورق ورق خلاتيني داربين هازين الشراب شتي هذا كلشي شراب هذا الويسكي جميع انواع الويسكي البيرة راه هي هذيك شاه تيضربوا الماحيه ماحي شتي مسخي تسكيري شحال هازين واو تورق ترى مسخي تمشوا بلاصه العصير احسن لينا اخوان اللهم نجوا حنا جيت العويصيره زاهيه مع العصير ديري الشراب شحال اخويا كحلينا شراب هذه عنب عصير ديال العنب شتي عصير ماشي شراب شراب كاين لي عصير العنوبه العنب 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 خدينا دابا خوتي خدينا البيض البيض هو الاول دابا العصير هي تمشي تشري داكشي ديال الدري الصغير هو الاول صابو الكف ناري 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 اخوان احنا الله يخاف مالين او سوا بازين ها هو البيض اخوش ها هو بازين نهوب بقى وامي الي اولي فهاي ناري ناري اخوان رد تصور في الارض يا فوق اكي نقالو لا هو فوق التين سوشيا البيض هو اللي عرق القدام لا يزداهي من عوضة قال حديدة تبارك الله الشطابة تعيش من الآخر خاصة تبارك الله خمسوا الدار ونوريكم أشمينة كم شطوا معنا شطوا الطريق هاي الإخوة الأجواء تبارك الله هنا يا واحد الشفارة ولا بحرة بقاو جارين معنا هما بقاو جارين معنا بقاو معنا وصلنا الاخوان وصلنا تقريبا خسرات اخوتي في هادشي 1250 درهم 2500 درهم اللي خسرات اخوتي هنايا غنوريكم كلشي بالتدقيق شنو واخدين هنايا راه شي تبارك الله داكشي بزاف هنايا فيها جافيل فيها البيض فيها الخضره فيها الديسير تبارك الله حنا غنوريكم اخوتي بالضبط الدجاج ها هو هذا هادو الفيلاسين تيتقلاو تيتقلاو فيهم جايين فيهم هما طايبين ومقادين خاصك تعاود تقليهم في الدوره ديال الزينه اخوتي تقريبا مع شحال ديال البنات هنايا شي 4 كيلو مع 5 دينا اخوتي شي كيلو ونص ديال التفاح دينا شتات مانغات ما طيشه خدينا خيزو خدينا الدنجال على قبل يوم ما تياكلوش خديت بزاف ديال البطاطا حيت الطواجن راه موجودين صويدا كثيره تاع الطواجن باربا تقولها في تهابا ما طيشه 160 ريال ما طيشه اخوتي الدنجال راه غنديروا ليه الزعلوك ليا انا هاي الزرق عارفين انتوما كيفاش هاد الحامض هذا هو اللي جاي يديرو انا غنشري الحامض ديالو اليوم ايه ما شي كيلو ونص كيلو ديال الثومه ها البصله ها البصله عندهم الحمراء والصفراء لازم عندك ما طيب داكشي اللي طيبهم هو والفريت تتقليهم في هذيك بلا تطيب بلا زيت دير معاهم كيتشوب في الجناب ودي شي حاجه والله كاين اخو البابوجيني كوره هو اخوان شحال ديال اللعبه تا بزاف تعيبات خاصني نقادو هنا كاينين العواصر البيمود القلية كوكيز شي تقريبا شي 15 وحدة هادي ديال الكاو كاو شي البيمود الصابون هادو البيمود الشكلاط لازانيا لازانيا هادي طيبة طيبة مقادة كفتة هاي الشا بقاو معنا الإخوان خدينا كوكا والله عليك الزيت العود عندهم ديال الدجاج ديال الفروج هو أحسن زيت العود خوت تحياتي لكم غنطيبو الطواجن الفارقين هذا خوتي غنبقى دابا حنا هاد السلعه مخلطه الحاجه اللي ديالي انا هذا الشيء ديالي هاد الشيء ديالي جوج بيموات ديال هادو من هاد الماركه هادي هادي ديال الكاوكاو هادي الشوكولاط بالكاوكاو هذا عندهم واعره دعيبه هاد الشيء دابا هذا ديالي هذا هادي من ناحيه اش من ناحيه البيموات وداكشي هاد الشيء فقط ديالي هذا ولاتي زيد عليه كوكيز اخوتي الشيء ديالي حتى هو يتبقى كل واحد كريطينه ديالها وحساس ديال حساسنا العصير ها هو ديال المانجا هاو ديال المانجا هذا ديالي الاخوان ها
هكا نريحو ونتبسطو. كاين اخوتي هذا الماندي تاو ديالي نشربو بوزيادة ما يجيش معايا تحت نزهيوها. كاين اخوتي هذا المراكوشي هذا الدري الصغار هذا الصغيرين الدري الصغار اسكتو دا ينزوني ايه نطيو ما يسوى مخويزة. كاين واحد حاجة أخرى اللي هي ديالي تاهي العواصر طونغ طونغ عزيز عليا عارف راه كنشرب ولا ما كانش مون هذا سردينه تنفع ها المهم حتى سردي له طون بلاش بلاش الطون طون طون اخوتي كاين جوج انواع عامه اللي جوج شوف الحكوا في الطون الطون عندهم كيدير شوف هذا هذا ديالي هاد العواصر ديالي تا هما هاكا بحال دابا هذا دابا تي ناكلو انا فهمتيني العوا اللي بيموات وهذا الشيء ديولي هادو خاصني نحطهم حدايا انا باش لا جاتني شي لعيبه شي نهار نعالجهم. اما هاد الحوت وداك الشيء ما تياكلوش هما تناكلو انا. ومازال غنمشي نخلكم السوق ديال الحوت اللي تتباع شي حاجه فريسك باقا جديده ماشي ديال المثلجه ما باغيش نشريها غنمشي للميركادو وناخذ طونغ شيف الزيت الله اكابو سردين ها الزويتين هاد بالعلف الزيتون بالعلف ها هو الله عليك الزيتون بالعلف صندوق طاحت. هاي الاخوان هذا ديالي قد اللعيبات ديالي غنسيباراو اللعيبات نحطو مطيشه وبقبا اللي غنحطوهم اخوتي في الثلاجه بقاو معنا دابا هادشي اللي ديالي انا هو هذا هاكا السرديله كاين هذا تقريبا السرديل ميليو السرديل شحال ميليو الدرا ها هو طون كاينه جلبانه ها هي جلبانه دار الطاجين هذه اللي جبت الطاجين ليكم واللي بغا مرحبا بي مرحبا بكم الاخوان. اما ديال الدري الصغير اخوتي ديال الها هو مع مرام كح مازال هنا باقيين ملي شحال باقيين هادو هادو غنحطهم حدا راسي علاش في اللحظات اللي بغيت حدا في البيت عندي حتى هما هذوك اللعيبات ديالهم تحطهم في البيت عندهم. اما اللي ما تتحطش في كل شيء هو العواصر وداك الشيء اللي تحط هنايا اللي بغا يهز يهز